لما رحت تتقدم لرانيا يا استاذ محمد تطلب ايدها من ابوها محمود ياسين ده كان في الثمانينات ولا في لا الثمانينات ايه امال ايه التسعينات في التسعينات ما اعرفش انا انت رحت في لا مش قوي لا ليه ما الثمانينات مش بعيده قوي كم وتسعين طب كم وتسعين اتخطبتوا كم وتسعين احنا اتخطبنا 96 96 نص 96 واتجوزنا 98 انا غلطت في 12 سنه مش مشكله يعني هنقول السؤال تاني لما رحت تقابل محمود ياسين في منتصف التسعينات مش اللي هزعل على فكرة رانيا مش هنخلص احنا اسفين غلطة مطبعية وتداركناها لما في سنة 96 رحت تطلب رانيا محمود ياسين كان الوضع مربك بالنسبة لك جدا انت متخيلي انا هقف قدام انا طبعا هو وضع مربك لو حد راح يتقدم صح يعني ده الوضع اساسا صح فما بالك بقى بالاستاذ محمود ياسين استاذ محمود ياسين هو من اكتر الفنانين او الشخصيات في الحياه اللي له هيبه عنده هيبه يعني ربانيه بتاعته بكاريزمته بصوته بهيئته يعني بتجبرك على انك تبقي قاعده عامله كده هي بقى بتاعته هو فده بقى حمل اكتر عليا عرفت تتكلم وتقول لا شويه مع يعني في الاول ازيك يا استاذ يعني اتلخبطت طبعا انت عايز ايه طيب هو طبعا كان واخد فكره وجاي يقابلني انا عارف انا جاي اقابله ليه وكله يعني مديله فكره تماما بس عايز اقول لك بقى انه ارق انسان ممكن تقابليه في حياتك يعني كمان في الموقف ده هو عارف انا لسه كان في بدايه حياتي في لسه في البدايات خالص يعني امكانياتي الماديه يعني متواضعه شاب صغير هو قدر كل شيء لم يحملني شيء يعني ما فرضش عليا حاجه هات ايه ولا يعني شقه ما يعني ما اشترطش الشقه تبقى عامله ازاي هو كان لي شرط واحد انه هو كان نفسه ان انا اقعد معاهم في نفس المكان يعني نفس الـ 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 الفيلا بتاعتهم بس انا كنت يعني قلت له لا معلش اسف انا عايز اتجوز في بيتي هو حاول يعني ده الطلب الوحيد اللي هو طلبه وانت ما استجبتش الطلب الوحيد ويعني كان مأكد عليه قوي فلكن طب معلش والمهر والقايمة خالص ولا مهر ولا كام ولا هتدفع كام ولا اي مكان ولا انت هتجيب شبكه بكام ولا مستوى بنتنا ولا اي شيء هو شاف انه ان انا انسان ممكن اقدر احافظ على صحيح بنته وصونها صحيح وهو كان واقدر اتحمل مسؤوليه لانه الجواز مسؤوليه كبيره ما هياش بس مسؤوليه فهو شاف فيا الحاجات دي الحمد لله وكان عنده خبره وفراسه وقدر يفهم انه البني ادم اللي قدامه اهم بكتير من الشخصيات دي من يعني اتمنى كل يعني اللي عنده بنت ويجي لها حد هو يتوسم فيه انه هو انسان كويس يسهل له ونتوسم ان كل عريس برضو يبقى زي محمد رياض كده راجل شايل المسؤوليه ومقدر للبيت اللي بيدخله الاثنين لا الله يخليك ما هو اصل في اب ممكن يسهل الدنيا لحد ما يعني ما يقدرش ده يعني لا الحمد لله يعني اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه